طيب جاءت أحد منكرة، قل هو الله أحد، الله الصمد. الله أجت بألي التعريف والصمد أجت بألي التعريف، ليش جاءت أحد نكرة بدون ألي التعريف؟ ألي التعريف في لغة العرب تفيد المعروف الذهني، يعني لما أقول لك جاء الرجل فأنا كأنه أنت عارف مين هذا الرجل، فأنا جبته بألي التعريف على أساس أنك عارفه. أو أقول لك جاء رجل، مش معروف شو هالرجل، أي رجل مش محدد مين هو بالتخصيص. فلما كانت المشكلة مع المشركين مش مشكلة إثبات وجود الله، كانوا مؤمنين أنه الله موجود، كانوا يعرفوا أنه فيه هناك إله خلق هذا الكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، عارفين من هو الله وعارفين أنه هذا الإله هو الذي يحتاج إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابي قبل ما يسلم فقال له كم إلها تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء، فقال من الذي تعده لحاجتك وفاقتك؟ فقال الذي في السماء. اللي عن جد لما تتأزم الأمور بل جاء له مين؟ هو الله عز وجل اللي هو معروف الخالق لهذا الكون. فهذا النوع، هذا المعنى الصمدي، الاحتياج انه كل الخلائق تحتاج اليه. فالله هو الصمد معروف عند العرب، ولكن شو اللي كان مش معروف؟ اللي هي الوحدانيه، وحدانيه الله، انه هو هذا الاله اللي هو خلق هذا الكون، هو فقط الذي يستحق انك تعبده، هذا الاله هو فقط الذي تستحق انك تخلص له وتطيعه في حكمه بشرعه وكذا. اما باقي الامور من الاصنام او حتى البشر او حتى الهوى لا يجوز انك تعبده. فلما كان المعروف هو الله هو الصمد جاءت بقى للتعريف، ولما كان المسألة اللي مختلف فيها نكرة تنكرها العرب فجاء فناسب السياق ان تقول قل هو الله أحد، مش قل هو الله الأحد، فجاءت نكرة بدون قل للتعريف.